لم أتوقع أن تكون هنا. أردنا أن نزور بيتنا، إن لم يسرك سنذهب. ماذا تقول يا عروج؟ ألا يكفي غيابكما الطويل؟ رؤيتكما في البيت تسرني كثيرا. كنت عند آسيا؟ أجل. خيرا، حضرت لي بعض الأعشاب والوصفات لأرى الموقد. أي موقد هذا؟ أصر أن يطهو سمك السردين بنفسه، لكنه سمك كالوني حقيقي، طلبته من الصيادين وجلبوه لي اليوم من ميدلي. إن كنت موجودة فلم تطهو أنت؟ دعيه يفعل كي لا تتعبي نفسك. كما تريدان. تعالي إلى جانبي. اشتريت هدية لسلطانتي لتحل البركة على نقودنا. عروج، كم هو جميل، أدامك الله لي. لابد أنك دفعت ثمناً كثيراً لذلك. الابتسامة التي تضيء وجهك أثمن من كل النفائس. سوف أنهض، لست مرتاحة هكذا، لأجهز لكم المائدة ونجلس معاً. حسناً، هيا. سأساعد الياس.